والشمع مركوك دخلي الحضرة يا بابا والشمع مركوك دخلي الحضرة يا بابا والشمع مركوك شوشي الحضرة يا بابا زيد علي عالصوت شوشي الحضرة يا بابا زيد علي عالصوت جميع الفقراء لرجال صغوان يا بابا على جميع الفقراء يا حليلي داويني يا بابا سيد العرب سيد الفرسان يا بابا بابا علمونا صغوان يا بابا شيخ العلم والقران يا بابا هيا رجالي للحضرة يا بابا هيا اسقوني الخبراء معنا في تخوزيام بارتي تاع نهار الاحد ما يهمك في احد لازم زي خويا ما شاء الله عليكم بارك الله عليكم نحبكم برشا ومحلى خدمتكم خويا عاجبك الجو والله تبارك الله ما شاء الله في بيكم تاعنا ماشي معاكم في دارنا انا دارك في دارنا باهي انتم زيد في جاركم اقعدوا معنا وخلينا نكملوا مع بعضنا ونتعداو للغبريك اللي بعدها سكوب كما قلنا مازلتوا سالين معنا في تخوزيام بارتي نتاع نهار الاحد مامك في حد معنا برشا 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 من ليكيب الفوندو فما اللي ما نجموش يجيو والكلهم عندهم بالحق علاش حبوا يكونوا معنا فما شكون مريض فما شكون عنده التزامات نحيوهم ونبوسوهم الكل. نكملوا كيف ما كل ديبيت بارتي نحكيو شويه ديسكوب نحكيو شويه حاجات ما يعرفهم حد على الممثلين مش نعمل دوره هكا صغيره نشوف كل واحد اكثر سيكونس تعبته ما تظهرت له صعيبه صعبت عليه واكثر سيكونس بالعكس ضحكته وشيخ عليها نعملوا برد مش نعمل دوره مركز مع فاطمه ممكن كبير انا والله بديت نلاحظ حتى انا حسيت اسمعني نجم هكا من اقرب عبد ندور هكا فهمتي فاطمه يلا اكثر سيكونس اكثر سيكونس ضحكت وقت تعمل فيها شخت اكثر سيكونس ضحكت في درس لي اللي هي مع سلي اللي هي وقت شد ليه وقتها بعد متريم ومشيت له انت تعرف ياسين في الدنيا معناتها يفدلك وكل وانا وقتها حشمت وما بتضحكت على الاخر بالسيف باش رجعت للاتا اللي لازمني يكون صغير وقتها ومات التريم ومشيت له انت بعد مشيت له بيا بعد متريم وكل ذكرها هاي ذكرها برشا واكثر سيكونس ظهرت لك صعيبه صعبت عليك لي كونديسيون ولا سيكونس ولا في لي كونديسيون البرد الحقيقه كل وسورتو كاول نهار وفما سيكونس بالحق انت معايا ديجا وشفتني اخر نهار ليا بالحق تعبت على الاخر وخرجت بالكلينيك مع تغيير كبش نكمل اخر نهار تورناج بالسيف شديت روحي حتى نفس ما عادش لقيت حتى كلام دونك تعبت شويه وقتها رجعت للسبيطار وبعد عاودت رجعت للتورناج اي سيري فما مره معناتها تعبت بكدي مشيت للكلينيك وكل شيء انا في بالي خاطر هذيك اول مره تمثل معايا زاد مش لا هو اخر نهار هذاك معاك باهي نور
اسمعي نفادلكو بيان سور وراو بيان سور اخر نهار دخت بيان سور خاطر اخر نهار ما عادش نشوفك وقتها. اه باهي اوكي. لا 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 خاطر عاودناه برشا مرات وشاك فوا هو يقول التكست نتاعو بعد قلت خيت نعاود توبي اوكي عاود هو يقول على روحه فهمت التكست دونك هذيك جاني فورير وقتها مع صاحبي قعدنا نضحكوا برشا. هذيك صعيبه اكثر سيكونس صعيبه سيكونس اللي هي اول نهار نصور فيها وصورنا السيكونس نتاع انا وتاع تصورك عندي هذيك اول نهار صور فيها دونك جاتني صعيبه. باه علاش صعيبه بتاع تصورك عندي؟ علاش ظهرت لك صعيبه علاش صعيبه؟ كل السيكونس الكلها الكلها الاولى وقت اللي جات وقت اللي جاته ومن بعد ومن بعد ما صار الاكل ومن بعد ما صار الاكل هذيك صعيبه واول نهار بلوس ممثلين. نانو اكثر سيكونس ضحكت؟ حكنا فيها هي بتاع هذيك بتاع تيو اللي ولات فيضانات تذكرها. انا الحقيقه خطيها اميره انا بالتعب وكنشوف الكلمة هذيك والطبيعي والكل وحسيت انا ما نحبش نربزها سوسن الكل. يا اخي انا تبهذلت مروه زنيدي نبوسها بوسه كبيره. ايوه برشا 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 مروه نحبوك نحبوها وقديش جينيروز. ذكروا مروه زنيدي لا بروميير اسيستونت هي اللي هي بالاورجانيزاسيون الكل عاد مشيت انا للبيت قالت لي ايجي جيتو نراجعوا الناس مع بعضنا. مشيت اميره مشيت دخلت البيت وانا قعدت تراجع تقول لي قالت لي طفلة قلت لها أنا طفلة تلموني أنا تبلوكيت ما عادش مخي حامل حتى شيء قالت لي أقول الطفلة اللي يعرفها أخوك قلت لها أنا طفلة نضحك نضحك ونضحك ونضحك شد ضحك رانا تعرفك الضحك اللي يشدك ما عادش يحب يسيبك جنبي وجعتني سوسن ما حنينة وتحب الممثلين نتاعها في بالها خلطت علينا باش تقول لي بربي يوسع بالكم اي ما تتغ ما اي نعاود تلقاك شيخ بالضحك نضحكوا في بالها باش تقول لي ما تتغشاش زعما لقاتنا في القاعة بالضحك انا واميره ومروه زنادي نضحكوا نضحكوا على اكثر سيكونس صعبت عليك صعبت عليا باش نقول لك علاش السيكونس هذيك حتى نحفظ فيها نحفظ انا قلت نحفظ انا ديما نحب نحفظ بالكدا باش نتلاكم بالجو ما نقعدش نفركس في النص حطيت المول حفظت فما بارتي اسكيت باري فما جمله حفظتها غالطه في المعنى كيف جينا نعملوا فيها قالت لي سوسن ليه ليه نعاودوا دونك انا رسخت في ذهني اللي عملناها بعد وسوسن ماك تعرفها هي بالملي الكلمه هي مش على خاطر معناها تحب زعما اما تحب المعنى يوصل حد نعاودوا فيها وبعد انا تلمون اللي تشنجت قلت لها من سوسن خل من شويه بركه من خليني نحب نركز بطبيعه سوسن ماك تعرفها تعطيك الوقت وكل شيء وانا حشمت قدام التكنيسيان وقالت لي لي سون بروبليم هي كلمت وكل كيف رجعنا عملناها هذيك اللي فيها اللي انا نقولها تقول لي نبني مستقبلي نقول لها تبني مستقبلك مع نوردو مش مع نوردو مع جوزيف تبني مستقبلك مع جوزيف هذيك اي وريك اللي معناتها بالحق ساعات تبدا فما برشا بريسيون وانت تمثل معناتها الوقت ولي تكنيسيان معناتها برشا بريسيون وساعات تصعب الامور دالي بر انا ما عنديش فيهم الضحك معناها كلهم صعاب من حتى اللي يافنتون معناها الاول السهريه حتى اللي سلمت روحي مي ثم سيكونس حشمت على روحي خاطرني نعيط على بنيه صغيره والبنيه الصغيره اللي مثلت معانا اليا دوغاب المحلاها سيكونس تاع بنتك وقت جابت لك التليفون راو بعد ما نسيح عليها نعيط انا نقول سامحني راونا وهي فاهمه وعملت افلام هي قبل هكا ديكور متراج لا سونس رياكسيون تقتل اسمع الرياكسيون تاعها وقت يحيى انت كلمتني ونقول له علاش نمسك في التليفون ونعيط عليه وحاشم هذيك حشمت اما اللي ركزت عليها وحبيتها تنجح وقعدت ياس نخمم فيها ونحفظ فيها ونركز ونشوف لي فيرسيون اللي نجم نقترحهم على هي نتاع التسليم تاعتي هديتو علي انت وياسين معناها يحيى وسليم هذيك حبيتها تكون معناها عرفتها نهارتها جابوني بكري بعدين قالوا لي اسمع احنا انت جيت بكري تحب ترجع ونعاود نجيبك قلت لهم ليه ما تحركش اي دخلت في الكونسنتراسيون دخلت في الليتا ونحب نقعد في البلاتو ونبنك ونخرج ونرجع هذيك فيها تركيز
وان شاء الله نجحنا فيها معناها. اسمعني سي تري امبورطون باش تدخل في ليتا ساعات السيكونس فما سيكونس بسيط تدخلها في ليتا. نردو مثلا تبدا سيكونس فيها ايتا معين كي انت تبدا مثلا في قمه الحزن ولا فازه كيفاش تدخل في ليتا مثلا كيفاش فيش تخمم شنو فيش تمشي في تفكر نتفكر ان نذكر سوسن نوجه لها تحيه نذكر ديما تقول لي تفكر الحاجات الخايبه تفكر شيء تحب تعمل في حياتك وين تحب توصل فهمت كيفاش نتفكر هكا نسيم كيفاش مثلا تدخل في التارينيك في دي سيكونس ساعات تبكي وبالحق ونحسوك معناتها بالحق كموجوع كيفاش تعمل باش تدخل في الليتا تفكر حاجه مؤثره فيا في الدنيا معنا تذكر حاجه تخسرت لك في الدنيا خليل كيف كيف نسالك حاجه تضحك ولا حاجه لا لا كيفاش تدخل في الليتا ساعات كي دي سيكونس صعيبه لازمك تبكي ولا حاجه هي ها نخمم في حاجه صارت لي خمم في حاجه صعيبه نعنوع نكملوا بيك بيان سور نعمل معناها نرجع مرجعيه معناها نتاع في الحياه في الدنيا باه سكوب شكون الممثل بيان سور ما تفي اونتر بارونتيز تفادلي كار مي دو الكادر دو سكوب شكون الممثل اللي يدخل في ليتا بالبصل كان عرفت اسكت شكون الممثل اللي يدخل في ليتا بالبصل اش معناها ياكل بصل لا البصل في عينيه ديريكتومون مش ياكل شبكي شكون هي ما بتفادليك بس بتفادليك ايه بتفادليك مش فاضي بغي ايه نوردو شكون تقول؟ داري شكون تقول؟ الفيجيران اللي تعدى في الحلقه مصطفى فيجيران ليه؟ فاطمه انت هنا لا ريبونس اون فيديو خلينا نتفرجوا مع بعض لا 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 رسميه تفرج ياسين تو سيكونس صعيبه كل ادخل في ليتا باش تبكي يلا ادخل في ليتا ركز ادخل في ليتا وريني كيفاش ادخل في ليتا فوالا فوالا بصل فوالا 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 سي بون دخلت في ليتا يلا يلا بيان سور فهاد الكوب بيان سور ياسين ما يدخلش في ليتا كيك ياسين ينا با بيزوان دو بصل يحط بيتو ثوم ياسين دونك اما الاذاعه راهو بالوقت تولي تكنيك على خاطر اذا الممثل يتفكر الفيكيو نتاعو كل مره يجرح روحه يولي يتعب سوختو الادوار الصعيبه اللي هزا عمل كامل كسوا فيلم مسرحيه ولا مسلسل بعديك تولي التكنيك والتكنيك فين احنا خدمتنا شنية الكذب بصدق مونتيغ فغي هنا المعادلة مونتيغ فغي كيفاش ما بين هذيك ماخذين واي اوف لايف هذيك عيشة كيكة مش خدمة كيكة وي وي ما بين السنة تو عيشة كيكة مش خدمة كيكة باه سكوب خليل عندك شي سكوب باه نصور في الحبس سيكونس كلي انا عامل اكي عرفتها اللي عامل اكي نبكي انا فهمت نستنى في الاكسيون ومن بعد تفكروا اللي هما نصوروا في زعما في الصيف في الصيف دونك شي يصير المساجين حفايه ذكر غادي انا وقت المساجين حفايه اسمع نحكي ايش بس انا قاعد مدام سوسن زيدوا ساقين زيد الساقين بجنب وجهي كي انا عامل كي الساقين بجنبي كي انا فرحان حاسين الدموع اللي ريتوهم ما همش بكي هذوك برد الدموع وقتها تبكي في الحبس من الساقين مش من حسره جبن معناها جبنا ذكرها وقتها معاك انا في السيكونس هذيك دونك كي يحطوا الساقين بجنب وجهي باش يظهروا فهمت كيفاش؟ في وجهك وكل شيء باه خلينا ونوشين نرجعوا تو شويه جو تعالي الروبريك اللي بعدها قوم اشتح يلا خليل بيان سور هو اللي ربح غانيون صاحبي لا غاني دونك 4-4 بيان جوي باه خلطنا توا يا جماعه لاخر ليميسيون نتاعنا نحب نشكركم بالحق دو فون دو كور اللي جيتوا بحذايا الحقيقه ما حتى الاخرين حبوا يجيوا سهير اميره كمال والبقية كل حبوا يجيوا فما بالحق اللي ما نجمش يجي خاطر مريض وفما اللي بالحق خاطر تعب وكل شيء ليميسيون هذيا عملناها اوماج للفوندو وعملناها اوماج لسوسن جامني اللي الكلنا نحبوها اللي الكلنا عطاتنا بلوس كبير ديريكسيون داكتور خدمه كبيره خدمتها من بعد تو نعملوا لها اوماج باش ناخذ من عند كل واحد كلمه نسكروا بها ليميسيون اما قبل نحب نسمع ان اكستري من نسيم والغنيه نتاعو ونحب نسمع زاده اكستري من عند قصي دوك نسيم اجا بحذاه
نسيم عندك الميكرو ما غير ميكرو ما غير الستاند ما غير التريبي يلا فيه له الضوء يقولوا وقتي ما يرجع للي قراك كلها ولاد شوارع كلها تحب تعبي ساك كان في الكذب برازة ضحكة ولي اللي معك رد لك من اللي قراك 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 يقولوا وقتي ما يرجع للي قراك كلها ولاد شوارع كلها تحب تعبي ساك كان في الكذب برازة ضحكة ولي اللي معك رد لك من اللي قراك حتى بزهمر ما نسيتش حتى كيان زيت وما ولي سنيتش oh no 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 بلين ضغطتي لما رميتش خولي تعبي لما حكيتش ريتش سنيتش بيتش جي تحكي متحكي عاللغة عمرك تعاد رجل ممضوغة بيتش فكرك الكل مرفوضة بها من حسن فيك مفروضة oh no no ولي حابة عصب انتو في لحظة راب ولي حابة على حسين اخ بلي دام كانت عاد بالقام وش بالأفلام oh no طيح في الشارع خيطك مربوطي في بعض ترمي بلاك في الشيح نعمي عظمتيني عظ ما تقبل مصايح ماكش كبير وماكش قاعد ونخصم في الفضايح باش تحتي ما كيمشي من نظر باش تحتي ما كيمشي من نظر ديبو لغة قديمة يرجع للي قراك كلها ولاد شوارع كلها تحب تعبي ساك كيف الكذب برازة ضحكة ولي الليل رب بالك من اللي قرأت ديبو لغة قديمة يرجع للي قرأت كلها ولاد شوارع كلها تحب تعبي ساك كان في الكذب برازة ضحكة ولي اللي معك رب بالك من اللي قرأت سنة سنة عنا سكوب آخر هذا تو خليتنا نعيم مسكرو بسكوب غنيت في سوفيان شو وانت صغير عمرك 8 سنين داكوغ باهي موهوب من الصغرى ماشي في ثنية صحيحة وتسود بكل سكسي قصاي قبيلة قلت لي اعطيني حتى انا تو نسمعك ديجا بحري اسمعي تحب تاخذ البلاتو ولا تحب القاعدة كيف ما تحب خلي بالقاعدة خلي بالقاعدة يلا على راحتك شنو هو يحب ترابي اكابيلا تحب استريوش اكابيلا اكابيلا به هاي 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 برا فتخوف فتخول امبيتي قلبك عامل ادمان ماشي بدم الشريان ساكن خلايا عقلي نسيني حتى النسيان حقيقة المزدى بيديم شلت بقلبي وعيني يمكن جن ويمكن موت أما إنسى ما في ما شاء الله على الفوندو ما شاء الله على الكيتا الفوندو ما شاء الله كل واحد معناتها عنده هكا الموهبه نتاعو واحد برجويت بارك الله علينا ولا ولا بارك الله عليك بارك الله عليك بارك الله عليك بالحق معناتها نوزا تو سوربري ما كناش نستنى في حاجه هكا في بالك فيها ليه والله ليه اقسم بالله اول مره نسمع برافو برجوليا برجوليا نودي ديس فاستك ديس فاستك
اسمعني نتحديك هاو قدام الببليك نتاعنا وقدام اللي يتفرجوا فينا الكل باش ديسباسك وتعمل علينا الكل مزية باش تعمل ان تيتر هكاك فازا ان تيتر انت ونسيم وقصي امبروفيزي لا مش توا لا تحضروا لا في انا ما حكيتش بحذيك انت توا باش نحكي بحذيك انت انا عندي فازا انا ونسيم باش تعرض في الشان نتاعو وقصي باش يمشي باش نهزو باش يمشي يسجل في استوديو بروفيسيونيل وباش يمشي معاه ومن غاديك باش تبدا الفكره انا وياه نجمو نعمل حكايه مش نورمال زاد برافو نوردي وحكينا نضال حكينا ديجا انا والولاد حكينا انا والولاد وحكيت حتى مع هادي زعيم نوجه له تحيه وحكيت حتى في يافاب معناها بقدرة ربي اني قلت لك ما مش وحدهم على خاطر الفوندو فهمت فما رجال وراه معناها معلم 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 برافو الوليد يعطيكم الصحة وكي تحضروا لنا فازة مع بعضكم ثلاثة تعاودوا ترجعوا بحجانا نجم تكون تريو مزيان على الاخر وي تنجم تعطي حاجة مزيانة ان شاء الله كيف ما قلت خلتنا تو الاخر ليميسيون نتاعنا مرة أخرى ميرسي لكم انتوما ميرسي الببليك توحشتكم برشا خوازم ميسيون ولا قديش ما كنتش معاكم كنت نصور في الفندق فرحان اللي عاود تلقيت الببليك نتاعنا ذايا نحب مرة أخرى نذكركم انتوما اللي تفرجوا فينا خلينا نذكروها آخر مرة على خاطر سي تخي تخي زامبورتون راهو نهار العيد تنجم تعدي عيد مزيان وتنجم تعدي عيد مزيان برشا 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 كان عندك 400 مليون كان عندك دار اس بلس تروات تري تري اوستونديم والحكاية سهلة ياسر ما تطلب حد شيء تبعث ميساج في حرف أ الـ85811 تدخل في القرعة وممكن نهار العيد تبدا رابح ابارتمون في ريزيدونس حنين بارتي 2 قيمته 400 مليون وتري تري اوستونديم باه كيف ما قلنا خلتنا لاخر ليميسيون تاعنا نحب زادا جوست قبل من نكمل مع الجماعه نشكر زادا 2K ايفنت اللي عطانا الديكوراسيون هذايا شهر رمضان الكل مش كان حلقه اليوم 2K ايفنت الديكوراسيون اللي قاعدين نشوفوا فيها هذايا بور لو بلاتو نحب نشكركم انتوما اللي تتفرجوا فينا كل نهار تحد واللي تفرجتوا فينا في رمضان في الفندو ميرسي على ميساجاتكم ميرسي على السوتيان نتاعكم ميرسي اللي تفرجتوا فينا اوسي نومبرو ميرسي هذايا نحبوا نقولوها من بعد كل واحد زاد باش نعطي لا باغول ميرسي سوسن جمني اللي خرجت لنا البرودوي هذايا واللي خلقت لافونتور هذايا واللمه هذه واللي خلتنا نعيشوا الاكسبيريونس هذايا مع بعضنا والسكسي الكبير هذايا اللي قاعدين نعيشوا فيه الحمد لله توا ميرسي لتوت ليكيب نتاع ديتاب اللي تشوفوا فيهم واللي ماكمش تشوفوا فيهم اللي يخدموا في خدمه كبيره باش نوفر لكم ايميسيون كيف من هذايا فرحان اللي رجعت للايميسيون باش نبدا من عند ناخذ كلمه من عند كل واحد باش نبدا كالعاده بك انت فاطمه وندوروا الكنابي هكا فاطمه امو بور لا فان كالعادة أول إنسان نحب نشكر سوسن الجمني بالحق اللي عطتني شانس هذه قلتها قبل ونحب نقول نعرف اللي برشا عبيد معناتها نجم يكون عجبتهم وبرشا كيف ما عجبتهمش وما نجمش نجي نقول راني عملت حاجة إكسلنت لي مانيش ساتيسفيت أسي معناتها باللي عملته ديما نقول كنت نجم نعمل مخير وإن شاء الله تعطيوني شانس باش نجم نعمل مخير وتنجم تعمل مخير وكل واي واحد ديما ينجم يعمل مخير حتى اللي خلط الاونيفو ديما ينجم يعمل مخير و جو سي تري تري بيان اللي عندك بوكو دو كاباسيتي هذه اول اكسبيريونس اللي كنتي خليني نقول لك راه مش سهل باش انه اول اكسبيريونس تتحط ديريكتومون دون لا كور دي غران عملت حاجه مزيانه برشا خدمه مزيانه برشا وان شاء الله كيف ما اي واحد يتطور انت تزيد باش تطور وخدمتك باش تكون دو ميوز اون ميو ان توكا برافو سيتي ان بليزير محلى الخدمه معاك نور على اللمه هذه كل ياسر محلاه وعايشك انت على الانفيتاسيون وعملت برشا جو ما كنتش تخيل باش نعمل جو هذايا بيان سور نحب نشكر ثلاث عباد سوسن جمني مروه زنادي وممدوح عبد الغفار اللي كلهم ايزون كرو معناتها سورتو سوسن بيان سور اللي هي عندها الكلمه الاخرى اللي عطتني الفرصة وعطت للجميع الكل الفرصة متاحهم باش يظهروا ولا باش يمثلوا ولا باش يعملوا حاجة يحبوها هذايا ما يكون كان حاجة باهية فوالا رمضانكم مبروك وإن شاء الله عيدكم مبروك وميرسي بوكو يا نوع أنت نحب نسكروا بيك خليك بوغ لا فان دالي كيما الناس الكل ميرسي ساوسن على الثقة هذية توت ليكيب
سينو ما تفاجعوش عليه خاطر راوني سمنت هاني. وي سي فري جوستومون سامحني اسمعني باش نقص عليك قص على انا مقلوب نحب نقص عليك علي بالحق نحب نقول لك ضعفت على الاخر الوجه تبدل تو راجوني اسكو بالحق ضعفت هذايا برابور الخدمه والمسلسل وكل شيء ولا غير افوا ضعفت بعد ما كملت الرول نتاع مراد خاطر عندي دوتر بروجي سينو دخلت للصاله نحب نحييها الصاله نتاعي في كوكو كلوب في ميتشيل فيل والكيني كوكو كلوب مرحبا بيك في كوكو كلوب ميتشيل فيل والكيني نتاعي فرح نحب نقول لها ميرسي قاعد نخدم في خدمه خاطر عندي رول الخدمه هي سينو مازال اثنين بعد طاحوا 10 مازالوا 10 بارك الله عليك ضعفت انا للمسلسل طلعت 18 كيلو وتو ملي كملنا المسلسل طيحت ديجا 7 كيلو واش ما بغاتك ملي كملنا المسلسل طيحت 7 كيلو ونص نوردو خويا الباهي ميرسي بوكو على الانفيتاسيون جمهور نحبكم برشا ميرسي بوكو الجيزه اللي جايه أول حاجة نحب نشكر ربي سبحانه نضال نحب وثاني حاجة نحب نشكر سوسن الجملي اللي بالرسمي أعطتنا ثقة كبيرة ياسر نحب نشكر صاحبي أخويا محمد عافي اللي وقف معايا توا سمحني بالله باش نبطى شوية نحب نشكر حمزة الخالدي عصام محمد أخواتي وصحابي حامد وهادي سو كيف شيء تومي تاو تجيب لا ذيك على روحها غاديك في البلاصة الأخرى أنا تاو بحذاك حسيتها كيك عرفت ذكرتني في هذيك حومتي الناس اللي فرحت لي والممثلين الكبار اللي بالرسمي قالوا فيها كلمة خير ميرسي بوكو قدركم عالي ونحبكم برشا نسكم سمح ليك ياسمين نحب نقول ميرسي دافوغ كرو أن موا جوغ ساوسن و محليكم الكل برسمي محليكم كل واحد واحد سيرتو انت محلي ونحن نقول لها سي فام اكستراوردينير ميرسي بوكو باه ميرسي بابا وامي بطبيعة وصحابي والناس اللي تحبني الكل تحيه لسوسن الجمني تحيه لمروه دالي كمون ليكيب الكل ممثل خاطر عيب عليك مش ننسى حد كل يعطيهم الصحه كل بالحق تحيه ليهم كبيره وكاو تحيه ليك خاطر تحيه للجمهور عسل 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 راه باهي نحب نشكر بابا وامي على الثقه اللي عطوها لي وسورتو ساسن الجمني وصحابي الببليك الكل خاطرني انا واحده منهم تسمى وعلى راسهم وعلى راسهم الاسيستون كاظم عياري وطالياني هما خاطر اللي بعثوني الكاستينغ عزيز نشكرك نيفال بوغ لافيتاسيون ونشكر ساوسن جيمني وياسي بن قمرة دالي كامون ليكيب الكل ونحب نشكر بابا هيا ياسي نو عنده اون تخي بون ريزون ما جاش كان بريفيو باش يجي صار له ان كونتخ تو وعنده اون تخي تخي بون ريزون بالحق عنده علاش عنده علاش ما جاش وكاو معذور معذور مبروك 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 وكاو يلا مبروك وكاو مبروك بابا وعائلتي وصحابي وكل ميرسي عزيز قوسي البو غوس لا سيربريز لو تالونتيو ميرسي بوكو نضال بالرسمي على الانفيتاسيون وحبيت نوجه معناتها لامي وبابا ميساج نقول لهم بالرسمي رانا نحبكم على الاخر اللي ديما معناتها يعاونوا فيا حتى بالكلام مش حتى بالفلوس ولا بحاجه معناتها ديما يحبوني نوصل بعيد معناتها بالحق حابين نقول لهم نحبكم على الاخر ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك رانيا برا برا نمشي مصطفى ولا برا برا اي مصطفى يعطيكم الصحه ليكيب الكل يعطيهم الصحه الناس الكل اللي خدمت في رمضان باللي وافقوا انهم عملوا حاجه باهية ولا باللي حاولوا زاد ان توكا شرف الانسان في المحاوله وليس في اتمام الفعل لا لا وي لا 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 والله يعطيكم الصحه الناس الكل وان شاء الله زينه الله نحب دونك نحيي اللي في البلاتو اليوم الكل والتو لي زاكتور اي توت ليكيب كي بوفي با ايت لا دونك اليوم اي عندي ما نكلي هكا باش نركز اما بالحق نحب نقول اكثر حاجه توشانت ابري لي تورناج اي توت لون دي تورناج سي لي فامي كي سكري اي سي تري موجود هوني اليوم في القاعده دونك جو سي با كان في ديارهم حسوا العباد ولا انا ان توكا جي سنتي دونك محليكم الكل جي دي كوت كور الحقيقه نحكي في بعض اي فوالا دونك نتلاقاونا على حد جاي ان شاء الله ميرسي بيكا خليل ميرسي ليكيب الفوند والكل ميرسي العباد اللي تحبني ونحبهم و
نحب نشكر اي عبد امن بيا وعاوني بكلمه باهيه، ونحب نشكر سوسن الجملي مش خاطر عطتني ليا انا فرصه، خاطر اي انسان تفرج في الفوند وفي الحوار التونسي تمتع وعمل جو وعمل الوقت وعجبه الفوند، ونحب نشكر اي انسان في الفوند. ايوه هاكا اللي كنت عملت لي هو شكر ياسين رنيم نضال خط شبه نضال محبه في القلب ما 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 حاجه ما ما عنديش نذكر هذا في القلب في القلب خليلو رنيم نشكر صاصه الجملي خاطر عطاتني مثلت معاهم في الفندق وفرحانه معاكم اليوم الكل، ونشكر مروه وداليك امون اللي هو وصلني الكاستينج، وميرسي نيفال على الانفيتاسيون. عايش يوسف ميرسي نيفال ميرسي بس كل والله فرحان برشا، انا باش نحكي كمتفرج خاطر ما عندي حتى دخل بالمسلسل بريمو ما تعطونا سنة جينيراسيون تبارك الله معناتها باش تعطي برشا، وفرحان برشا برشا بخويا النورد ومروان بالرسمي فرحان برشا لانه عام وسنة. زوز حاجه على النورد راهو الوحيد اللي في تونس اللي في سباس تاع عام ياخذ لي دو تروفي نتاع يوتيوب، دونك حاجه وروكور باهي برشا. سينو انا فرحان اللي جيت بيتيف بعد ما بعد قداش؟ ها؟ بعد قداش؟ بعد قداش ما جيتش الدي تي فرحان، ريت بيكا وستوفا وريت كنتي زاد نيفال وليكيب الكل هنا في الحوار، لا مو ما كنتش معانا عمي وليك عليك دونك فوالا اوتوكا برافو للناس الكل اللي خدمت سنة، حتى المسلسلات الاخرين في القنوات الاخرين راهي خدمه مزيانه، حتى وفي الفندق زاد خدمه مزيانه برشا. انا تتفرجوا فيه كل نهار جمعه في الفطار على قناه تونسنا سحري بحري البرنامج، ومن 9 ونص نص النهار على اي اف ام. برافو سحري تي اكسلون رانيا. نقول اللي اليوم بالحق ليه نشوف في برشا وجوه محليهم ونشوف في مستقبل مزيان محليكم الكل كل 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 صغيرات اللي معانا لهوني كل قلت لهم صغيرات خاطر انا اكبر منهم صرت برشا فرحانه برشا زيدا لنوردو بحذنا خاطر نوردو بالحق اون ديكوفيرت سني مش كان انا كها وقلتها تونس الكل قالتها كيف كيف فاطمه برتقيس انا بالحق جيتي سوربريز فاطمه نعرفها في الدنيا ما شاء الله عليها برافو بكري قالت عبيد حبوني عبيد ما حبونيش برشا عبيد حبتك برافو كمل وواصل وعندي ثقه فيك باش تكمل نعنو هذيك ما نحكيش عليها ودالي وجميع الكل دونك نحبكم على الاخر وان شاء الله عيدكم مبروك. نجم نقول حاجه اي على خاطر انا حسيت ولد الدار دوك ما قلتلكش معناتها ما انت زاده برافو نيفال ما نجموش نسيتوا لو ديتاي برافو على الشغل تاعي دونك انا نقول في حد ما قال لي برافو انا بالحق نحب نقول لك حاجه انسان هذا النوم ما يراهش دي اوف نتاعو يجي يصور هوني بالحق اكثر انسان ينجم يكون تعب بالحق نقدرك برشا ونحترمك برشا وميرسي على كل شيء فاطمه عايش اسمعي باش نحاول نعمل دوره اخرى كل واحد يقول لي رايه في هنا نضال خويا قول لي نور ميرسي بوكو خويا بالرسمي ربيت عليك الكبده وانت تعرف الشيء هذا وابار كل شيء هذا نتقابلوا في الدنيا معناه وخويا راك بالرسمي خويا راك اسمع يا نور تعرف قداش نحبك وعدنا واحد عزيز علينا وغالي انت تعرفوا بالكدا اللي هو عليه كوستيوم عليك راجل تعب معنا برشا خويا برشا تعب برشا حيو برشا نحب نحب زاد شوف خليها باش نعنو نحب نخليك انت نعنو مسك الختام لماما المعلمه نحب نخليك انت كلمه الختام ميرسي لكم الكل بيان سور ميرسي لسوسن بيان سور ميرسي توت ليكيب نتاع الفوند وليكيب تكنيك معناتها الناس الكل تو لي ديبارتمون لي كادرور لي كوستومي علي مريم زاد دار كل 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 سيكسيون مش لازم نقعدوا نسميو سايف زاد صديقنا كي تحكي عليه الكسو باربر اللي هو بحضنا اليوم عمر بوحوله المونتاج معناتها توت ليكيب تكنيك كون بريزونتي نهار الاربعاء جاو الكل نهار الاربعاء اللي تعداو في فكره سيمي فيري الناس هذوكم الكل هما خلاونا نوصلوا البرودوي كيف ما برودوي كيف ما هكا ميرسي لهم ميرسي لكم انتم اللي تفرجتوا فرحان برشا انه في رمضان السنه رينا برشا خدم اون دو ايتر كونتون
وفرحانين انه معناتها نوفروا للتيلي سبيكتاتور التوانسه برشا خدم، وما يلزمش تكون معناتها منافسه خايبه، بالعكس يلزمنا نكونوا فرحانين اللي فما كونكورونس معناتها محلاها كونكورونس لويال واللي فما شوا، ونفرحوا اللي نشوفوا دي جون كيف ما هكا قاعدين يطلعوا افيك اوتون دو تالون، وفما دي جون قاعدين يتحسنوا كيف انا، وفما دي جون اللي طلعوا كيف ما نوردوا معناتها هذا الكل. اون اون تران داليمونتي لا سين ارتستيك تونيزيان، ما يلزمش كي تجي حاجه تطلع نهبطوها، بالعكس يلزمنا ونكوراج اكثر. ونحب احنا ايش نقول لك، انا تو من قبيله قاعد نطول شويه في الوقت على خاطر جوسكا ماتنو دقيقه برك، انا جوسكا ماتنو في بالي معناتها ساوسن بتجي في بالي باش نعملوا سوبريز، هي كانت في سوسه جايه في الثنيه لتونس، وفي بالنا الشوفير باش يجيبها ديريكتومون للفجه ونعملوا سوربريز. قاعد نطول تقروا لي فلوريات اللي هي مازالت بعيده، مازالت ما خرجتش من سوسه، يلزمنا نسكروا ليميسيون. ما تحضرنا ان جاتو حبينا نعملوا ماشي في بالنا باش نعملوا سوربريز تدخل ديريكتومون في الباتو. مالوغوزمون ساوسن اتاك تشوفها نهارت لحد، اما حبيت الكلمه الاخرى تكون عند مدام نعيمه الجاني لا باترون امي الغاليه اللي ريناك السنه معناتها مش ابدعت من غادي من ابدعت وريت خدمه مسيت. انا اجي اقول لك والله بالحق جو با تري سيريوزمون، فما دي سيكونس اللي انا يلزمني نبدا معناتها دون زاني تا ما يلزمنيش نبكي، انت تبدا تتكلم بجنبي وتبكي وانا جوست نسمع فيك، وما يلزمنيش نبكي معناتها في السيكونس، معناتها السيكونس مكتوب على اساس يحيى جوست يسمع. وساعات نلقى روحي يا عينيا مزغله ودموع تبتو حدا وانا نسمع فيك ونغزل لك تمثل، وقديش مره تعرفها مسحنا وباش خاطر معناتها جيتي ايمي باغ لو جو وكل شيء. دوك بالحق نحب نقول لك ان غران 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 برافو نعيمة. هو راهو احساسك صحيح على خاطر الممثل كيف يكون معاك يبدا جينيرو معطاء هذاك يرجع لك انت، معناتها فما علاقه غريبه ما بين الزوز يتعدى. نتفكر انا بيدي معاك يعني نغزر لك بركه بكيتني، نتفكر السيكونس الكبيره اللي خذات سكسي كبير نتاع الكرهبه وقت يجيو يهزوا يحيى، وقت اللي غزرت الخليل غزر لي عينيه مليانه بالدموع، معناها حسيت معتي وجعتني قلبي عصر عليا ودموعي هبطت من غير مكياج. علاش؟ على خاطر خليل بالحق، خاطر خليل عطاني الشحنه ذيك، معناها عدالي مشاعر وعداهم لي، حسيته في وقتها انه ولدي، كما انت في كل اللي سيكونس خدمته معاك حسيت انك ولدي بالحق بالحق. وانا ولدك بالحق، وانا ولدك. انا لا هذوما النوارات هذوما ربيعنا بالحق، هذوما ربيعنا كلهم بدون استثناء، فاطمه قصي نور الكل خليل كل الكل رنيم كلهم غير بدون استثناء محلاهم، عندهم ان شاء الله باذن الله مستقبل كبير. نحب نشكر سختولي معناها اللي خدمت معاهم برشا، معناها عائلتي اللي هو انتي نضال سي رؤوف بن عمر الكبير، رؤوف بن عمر القدير الكبير، أميرة الشبلي بنتي الغالية اللي هي من أحلى الأشياء اللي خرجت من العلاقات اللي خرجت بها من الفوندو، خرجت بصديقتك، خرجت بصديقة فوندو واكتشفت فيه لونفون عنده طفل صغير في داخله محلاه وما بنو نوردو 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 حاجة من أبرابي. سامحني علي ما عطيتوش لبنتك والله نعيمة علي ما خليتوش تاخذوا مالا اوكي هبل اي صحيح صحيح بالله سامحني نضال ليكيب 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 بالزهر اقسم بالله نحبهم الكل ونقاوم بحذاهم والله العظيم اللي اول مرة راه نعرفه في التلفزة كما سحري بحري سحري بحري تقابلنا مرة ولا مرتين في حياتنا تقولش علينا تقابلنا عندنا برشا نحبك ما غير ما قابلتك بيكا عشرة مصفى عشرة احليهم برشا ليكيب تكنيك كلهم بدون استثناء كل ليكيب ارتستيك بسلمى بمروه الحنينه كلهم بجماعه البخود كلهم محليهم لي تكنيسيان واحد واحد محليهم قديش يعملوا في قديش فما احترام قديش فما محبه ونحب على راس الناس الكل هذوما نحب نشكر سوسن اللي حقت لي حلمي خاطر هي شافتني كيفاش تكلمت بكل حرقه في برنامج مع الهادي زعايم وقلت من صعب نرجع نعمل دور درامي فانا
فانا ما ننساهش الجست هذا، عمري ما ننساهوله، خاطر وصادف انه ربي وفقنا اني عملت الدور كان ناجح معناها باتفاق الجميع، من الناس كل ما فماش حد ما طلبنيش وما هنانيش، زملائي يا احبابي اصحابي، وفما ناس هنتني في المده الاخيره، استنيت حتى وفالت وناش كيما الكبير لمين النهدي كيما لديفا امينه فاخت نشكرها برشا. مش نقول وش معناها، وين نمشي في الشارع العباد يقولوا لي ثم امراه في حلق الواد غزرت لي وعينيها مزغله بالدموع، قالت لي وقت اللي انت شاده في الكرهبه وكل، قالت لي انا وقتها تفكرت ولدي، قالت لي ما نحبش نقول لك كيفاش تفكرت، واما قالت لي بكيتني، قالت لي وحسستني بالحق انك ام بالحق، الشهاده هذيا نحب نحيي اللي خدموا السنة الكل، خدموا السنة الكل معناها اللي خاصة اللي تفرجت فيهم، نحب نحيي جماعة الحرقة محلاك يا وجهها الكبيرة وجهها جندوبي محلاها محلا رياض حمدي ريم الحمروني ريم عبروق ويسامحوني عايشة بن أحمد محلاهم الكلهم لسعد الوسلاتي بغافو بغافو محلاكم، نحب نحيي كل فريق كان يا ما كانش ضحكونا من ناس كل خدمت وكل بغافو، وتريزري غاريبالدي محلاكم بلسعد بليل سلطنية بالكل أمين شيبوب ناس كل بغافو 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 يا رب ان شاء الله، ميرسي على هاللمه الحلوه نتاعك، وميرسي على تو لي مومون الحلوين اللي عدتك مع بعض عليك نعنوع وبرافو فيليسيتاسيون تو لي زوتر بروجي اللي تعملوا كل الناس كل خدمه برافو عليك يعطيك الصحه برشا خدمه مزيانه برشا، اما انا حبيت نحيي زاد رانيا وملك بالحاج اليوم زوج من الناس في 16 في ديتيب وخدموا في بروجي 16 دونك فيليسيتاسيون اللي كنتوا ملك بالحاج على الخدمه هذيا. سوسن ما خلطتش قول يوسف حاجه بركه خاطر موضوع الفندره مهم على الاخر، العباد اللي مظلومه في الحبس خاطر فهم برشا عباد راهم مظلومين ويشدوا في الحبس، وان شاء الله ربي ينور كل حق انسان مظلوم ان شاء الله ربي معاهم، وان شاء الله مادامك جبت الموضوع هذايا ان شاء الله متى سامي يكون فرحان بالخدمه اللي عملناها ان شاء الله ربي يخلص وحلك يا سامي. نضال نضال قول ربي كلمه واحده، نحب نشكر برشا دره زروق اللي بعثت لي بكو ورد كبير برشا، بعثت لي بطاقه وكلبتي بالتليفون، ميرسي دره ميرسي بوكو عايش بنتي ربي يخليك. ايوه برشا 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 نسيم غابيدمون قول لي نشكر برشا سي توفيق العايب وقف معنا ياسر في الكوتشينج توفيق العايب اللي تلعب الكوتشين تاع الجون الكل برافو ميرسي سي توفيق. كيف ما قلت لكم ساوسن ما نجمتش دخلت امر جاتو اللي بريفي بور ساوسن لهنا موجود، ابعثوا لنا تو الموسيقى نتاع الفوندو اجاو الكل بحذايا ودخلوا لنا الجاتو. هذه كانت الحلقه نتاعنا لحد ما يهمك في حد سبيسيال الفوندو معنا بريسك توت ليكيب نتاع الفوندو ميرسي بوبليك.